السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالجيد في رياضيات المستوى السادس، التمارين الموجودة في الصفحة 33. إذا نبدأ بالتمرين 22، أحسب الجداء التالية. إذا سنحسب الجداء التالية، سبق وأن وضعتها في الورقة. واحد في واحد، إحنا أصلا كنعرفوا القاعدة اللي قراوكم بأن فاش كنضربوا عدد في 11 نقوم بجمع 1 + 4 وتعطينا 5، كنكتبوها في الوسط، إذا غتعطينا 451. ولكن لنتأكد، 1 × 1 = 41، 1 × 1 = 1، 1 × 4 = 4، أضع نقطة ثم 41. إذا شنو وصلنا؟ نفس النتيجة اللي قلت، راه هي الأول وضحتها. إذا كنديرو 5 + 1 = 4 = 5، كنوضحها في الوسط، وديك هو الخارج. إذا 451. ثم 23 مضروبة في 5، 5 × 3 = 15، أكتب 5 وأحتفظ بالواحد، 5 × 2 = 10 والواحد 11. إذن هاد الجداء 115. الجداء الأخير 2 × 7 = 14، أكتب 4 وأحتفظ في الواحد، 2 × 3 = 6 والواحد 7، إذن 74. هاد الجداءات سنحتاجهم ثم أستخدمها للتشطيب على العبارات الخطأ. أولا، العدد 47 مضاعف للعدد 2. نعلم أن مضاعفة العدد 2 رقم وحداتها إما 0 إما 4 ولا 6 ولا 8. إذا إلا جينا نشوف شنو هو رقم الوحدات، يعني عدد زوجي، هو 7. إذا هذه عبارة خاطئة، العدد 47 ليس مضاعفا للعدد 2. العدد 5 يقسم العدد 115. نعم، لجوج الأسباب. أولا، لأن رقم وحداته 5، مضاعفة العدد 5 كلهم عندهم في الوحدات ديالهم إما 5 ولا 0. وثانيا، لأن عندنا هذا 23 × 5 كتساوي 115، إذا هذه صحيحة. العدد 451 يقبل القسم على 11. نعم، لماذا؟ لأن 11 × 41 تساوي 451، صحيحة. العدد 23 يقبل القسمة على 5، هذه خطأ، لأن العدد 23 عدد أولي، فهو لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، إذا سنشطب على هذا. العدد 11 يقسم العدد 451، صحيح، لأن 11 × 41 كتعطيني هذا العدد، إذا صحيحة. العدد 74 قاسم للعدد 37، نعم، لأن 2 × 37 تساوي 47، لأن 2 × 37 كتساوي لنا 74، إذا هذه صحيحة. ثم العدد 115 مضاعف للعدد 23، نعم، لأن 23 × 5 كتعطيني 115، هذه العملية هنا، إذا حتى هذه صحيحة. العدد 451 يقسم العدد 11، لا، بالعكس، 11 هو اللي كيقسم هذا العدد، إذا هذا عبارة خاطئة. هادو هما العبارات الخاطئة، هما اللي شطبت عليهم قدامكم. دابا ننتقل إلى التمرين 23، القاسم المشترك أكبر للعددين 18 و 27، واش هو 9؟ واش هو 8؟ واش هو 7؟ إذا باش نعرفوهم خصنا نعرفو شنو هما القواسم، جميع قواسم العدد 18 وجميع القواسم العدد 27، هو اللي سبق لي وكتبت هنا بالأخضر. قواسم العدد 18 هو 1، لأنه قاسم جميع الأعداد، 2 و 3 و 6 و 9 و 18، بينما قواسم العدد 27 هما 1 و 3 و 9 و 27. إذا شنو هو القاسم المشترك هنا وهنا؟ إذا هو 9 الأكبر، هذا القاسم المشترك الأكبر، حيث عندنا 3 حتى هي قاسم مشترك، ولكن نحن نبحث عن القاسم المشترك الأكبر. إذا فين هو الجواب الصحيح؟ هو هذا. ثم دائما في إطار التمرين 23، ب المضاعف المشترك الأصغر للعددين 18 و 27. إذا باش نحصلوا على المضاعف خصنا نديروا مضاعفة العدد 18 ومضاعفة العدد 27. إذا مضاعفات العدد 18 هما 0 18 36 54 72، ومضاعفة وإلى آخره. مضاعفة العدد 27 0 27 54 61، إذا الأصغر هو هذا، هو 54. إذا فين هي 54؟ سنحيط بها.
ننتقل الآن إلى تمرين 24 أشطب كل عدد غير أولي. إذا بالنسبة للعدد الأولي للتذكير هو كل عدد يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد، هنا كاين اختلاف. إذا درنا واحد غادي نلقاو كيقبل القسمة غير على واحد، يعني ماشي جوج القواسم عنده، وبالتالي هذا لا يعتبر عددا أولي. جوج يحقق الشرط اللي هو يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه. ثلاثة يحقق الشرط يقبل القسمة على نفسه وعلى ثلاثة. إذا جوج القواسم بالنسبة لأربعة عنده واحد وجوج وأربعة، إذا هذا ليس بعدد أولي. خمسة عدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه، يعني على واحد وعلى خمسة. ستة ليس بعدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى اثنان وعلى ثلاثة وعلى ستة. سبعة عدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه، يعني واحد وسبعة. تسعود ليس بعدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى ثلاثة وعلى تسعود. 11 عدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى 11. 12 ليس بعدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد واثنان وثلاثة وأربعة وستة واثنى عشر. 13 عدد أولي. 15 ليس بعدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد على ثلاثة على خمسة وعلى 15. 17 عدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد وعلى 17. 21 ليس بعدد أولي لأنه يقبل القسمة على واحد على ثلاثة على سبعة وعلى 21. 23 عدد أولي. ننتقل إلى التمرين 25. ألاحظوا المثال ثم أحسبوا بنفس الكيفية المثال. شنو هو المثال؟ 2849 يساوي 1800 زائد 49. إذن هاد 1800 غادي نكتبوها على شكل 7 في 400 زائد، وهاد 49 سنكتبوها على شكل جداء، إذن 7 في 7. وبالتالي أولا إذن 2849 يقبل القسمة على 7 حيت حولناها لجداءات فيهم 7. طلبوا منا بنفس الطريقة سنكتب أو لنتوصل إلى النتيجة. أولا نبين أن العدد 843 يقبل القسمة على 3، إذا سنكتب 843 تساوي 840 زائد 3، وهذه 840 تساوي 3 في ماذا؟ في 280. ثلاثة في 280 أعطتني 840 زائد ماذا؟ زائد 3 في 1. وبالتالي أو لا إذن 843 يقبل القسمة على 3. نفس الطريقة سنبين أن 3042 يقبل القسمة على 6، إذن سنفكك إلى جداء في 6. إذن 3042 تكتب على شكل 3000 زائد 42، إذن 3000 هي 6 في 500 زائد 42 هي 6 في 7. إذن هنا درناها جداء ديال 6 وهنا درناها جداء في 6. إذن 3042 يقبل القسمة على 6. ثم 3618 يمكننا أن نفكها ونكتبها على شكل 3600 زائد 18. هاد 3600 كتساوي لنا 9 لأننا نود معرفتها هل تقبل القسمة على 9. 3600 هي 9 في 400، وهاد 18 يمكن كتابتها على أنها 9 في 2، إذا حولناها الجدائين ديال 9، وبالتالي 3618 يقبل القسمة على 9. ثم جيم العدد 784 يقبل القسمة على 7، إذن 784 يمكن كتابتها على شكل 700 زائد 84. هاد 700 هي 7 في 100، إذن حققنا 700. بقتنا 84 هي 7 في 12، إذن حنا درنا على شكل جداء 7، وبالتالي 784 يقبل القسمة على 7. هذا كل ما يخص تمرين رقم
25. نتمنى اللي بغا ياخد فكرة هي هادي. ننتقل الآن إلى التمرين رقم 26. بالنسبة لتمرين 26 نحاول قراءته. للعمل في مجموعات قام أستاذ في حصة نشاط العلمي بتنظيم تلاميذه القسم في مجموعات من تلميذين. إذا أستاذ النشاط العلمي أشدى قسم التلاميذ لجوج المجموعات، كل مجموعة تضم تلميذين، إلا أنه بقي تلميذ واحد بمفرده. يعني فاش وزعنا القسم لقينا تلميذ واحد بقى. عاوتاني في الحصة اللغة العربية قام الأستاذ بتشكيل مجموعات من 3 تلاميذ، ونفس الشيء بقى لنا تلميذ واحد بمفرده. وفي حصة التربية البدنية تم تشكيل فرق رياضية من 5 تلاميذ، فبقي كذلك تلميذ واحد بمفرده. أحدد عدد تلاميذ هذا الفصل إذا علمت أنه محصور ما بين 30 و 40. انتبه، أول شيء أنه ديما كيبقى لنا واحد لواحد زايد، والشرط الثاني أنه خصو يكون محصور ما بين 30 و 40. وعندنا واحد الشرط آخر، أن إذا نقصنا واحد من ذاك المجموع غادي يكون عندنا من مضاعفات، غادي نشوفو مضاعفات العدد 2 لأن قسمنا التلميذين، ونشوفو مضاعفات العدد 3، ونشوفو مضاعفات العدد 5. هاد المضاعفات كلهم لأصغر من 40، واضح؟ إذا غادي نشوفو مضاعفات العدد 2 هما هادو كما كتشوفو قدامكم اللي كتبت قبل، يعني اللي هما 0 2 4 6 8 10 12 16 إلى. ولكن حنا شنو بغينا؟ بغيناهم غير يكونوا محصورين ما بين 30 و 40. إذا هذا هو المجال اللي بغينا. إذا شنو هما؟ 30 32 34 36 38 40. ثم بالنسبة لمضاعفات العدد 3 هما اللي كتبت قبل بالأسود، اللي هما 0 3 6 9 12 15 18 21 إلى آخره. ولكن في التمرين نود فقط المضاعفات المحصورة ما بين 30 و 40. إذا بالنسبة لمضاعفات العدد 3 اللي غادي نحتاجو أو نقدرو نستعملوهم أو نقرنوهم هما 30 33 36 40. وكذلك في التمرين يجب أن نبحث على مضاعفات العدد 5، إذا 0 5 10 15 20 25 30 35 40. وحنا شنو بغينا؟ نخدمو غير المجال ما بين 30 و 40. إذا عندما نود المقارنة سنقارن هاد الشي كامل. إذا هاد العدد اللي كنبحثو عليه هو اولا خصو يكون مضاعف بيناتهم بثلاثة. الا جينا نقارنوا هاد المسائل، اذا شنو غادي نلقاو؟ المضاعف المشترك كاين 30 هنا وكاين هنا وكاين هنا، وكذلك سنجد المضاعف المشترك عندنا 40، عندنا 40 هنا وعندنا 40 هنا. اذا الا جينا نشوف شكون هما جوج ديال المضاعفات المشتركه هو 30 و 40. ولكن حنا هاد العدد اللي لقينا مشترك خصنا نزيدو له واحد اللي كيشيط لنا ديما بمفرده. اذا الا درت 40 زائد 1 سنحصل على 41، وبالتالي لم نتحقق من الشرط ان عدد التلاميذ محصور ما بين 30 و 40. اذا العامل اللي غادي ناخذه هو 30، وسنقوم ب 30 زائد 1 اللي كيبقى ديما بمفرده سنحصل على 31. 31 هو عدد تلاميذ القسم، و 31 راه محصور ما بين 30 و 40. ننتقل إلى التمرين رقم 27. إدريس a écrit tous les nombres de 1 à 130. إدريس كتب جميع الأعداد من 1 حتى 130. شنو مطلوب منا حنا نكتبو؟ لي نومبغ ملتيبل دو، الأعداد يعني مضاعفات العدد 4 5 6 12 اللي محصورة في هذا المجال من طريقة الحال ما بين 1 و 130. إذا ما بين 1 و 130، إذا الصفر محذوف. بالنسبة لأربعة غادي نبداو بأ، اللي هو 4 لي ميتيبل دو 4، 4, 8, 24, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 84, 88, 92, 96, 100. إلى آخره. إذا هادو هما المضاعفات ديال هاد العدد
أربعة واللي أصغر من 130. كذلك مطلوب مني هنا المضاعفات العدد خمسة هو الصفر، ما كاينش حيت من واحد ل 130، والأصغر من 130 أو لا تساوي 130 هما هادو، من 5 10 15 20، للتذكير فإن ديما رقم الوحدات كيكون إما الصفر وإما الخمسة. ثم مطلوب مني في السي مضاعفات العدد 6 الأصغر من 130، هي هادي 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 إلى آخره. يستحسن في القسم أننا ندرب التلاميذ على أنهم يقرأوا الأعداد بالفرنسية. بالنسبة لآخر دي كان هما المضاعفات ديال العدد 12 واللي أصغر من 130، هما اللي كتشوفوا قدامكم هنا. فيما يخص تمرين رقم 28، 11 ني با ان ملتيبل دو 4 مي اون بو انكادري انتر دو ملتيبل كونسيكولتيف دو 4. عندنا 11 راه ماشي من المضاعفات الضربة، ولكن يمكننا أننا نأطروه بين جوج المضاعفات الضربة، 11 محصورة ما بين 8 و 12. هاد 8 اللي بغينا نكتبوها على شكل جودة، 8 أصلا من مضاعفات العدد 4 اللي هي جوج في 4، و 12 من مضاعفات العدد 4 اللي هي 3 في 4. إذا جونكادغ لو نومبغ 58 أونتر دو ملتيبل دو 4، غادي نحاولو نأطرو 58 ما بين جوج الأعداد ديال العدد في رقم العدد. إذا غادي مطلوب مني نأطر 58 ما بين جوج المضاعفات العدد 4، إذا 56 و 60. 56 باش هي من مضاعفات العدد 4 لأنها كتساوي لنا 4 في 14 تساوي 56، و 60 هي 4 في 15، إذا هنا أطرتها ما بين جوج المضاعفات العدد 4 اللي هي 56 و 60. ثم مطلوب مني أنني نأطر 58 بين جوج المضاعفات العدد 5 اللي هما 55 و 60، يعني 5 في 11 تساوي 55 و 5 في 12 تساوي 60. ثم مضاعفات العدد 60 مضاعفات العدد 7 اللي هما 56 و 63، إذا 7 في 8 تساوي 56 أصغر من 58، و 7 في 9 تساوي 63 أكبر من 58. وأخيرا مطلوب مني تأطيرها بين مضاعفين للعدد 10، 50 و 60، إذا 10 في 5 تساوي 50 و 10 في 6 تساوي 60. ننتقل إلى التمرين الأخير في هذه الصفحة أفحى الأعداد المتقاطعة. نبدأ بأفقيا مضاعف للعدد 14 وأصغر من 30، إذا غادي يكون عندي جوج، ولكن إذا كاين صفر وكاين 14 وكاين 28، ما نقدرش ندير الصفر حيت عندي عدد مكون من رقمين، إذا يا إما 14 وإما 28. بما أنهم قالوا لنا أصغر من 30 يعني غالبا حنا غنجربو 28، وإذا كانت خطأ غتبنى فاش نديرو أفقيا عموديا. إذا 28 له قاسمان هما 5 و 1. شكون هو العدد اللي عنده غير جوج القواسم 5 و 1؟ هو 5 لأنه عدد أولي. بالنسبة لثانيا الجداء 2 و 2 في 6 و 2، يعني 2 و 2 تساوي 4 في 6 و 2 اللي هي 6 في 6 تساوي 36. إذا مطلوب منا هو هذا الجداء، 4 في 36 ستعطينا 144، 4 في 4 في 6 24، أكتبوا الأربعة واحتفظوا بالإثنان، 4 في 3 12 والجوج 14، 144. بالنسبة لثلاثة أكبر قاسم لستة، شكون هو أكبر قاسم للعدد ستة؟ هو ستة، هو نفسه، إذا سنكتبه هنا. ثم مضاعف للعدد 11 وفي نفس الوقت مضاعف للعدد 9، يعني مضاعف مشترك بينهما هو 99. إذا أربعة أصغر قاسم للعدد 11، ما هو أصغر قاسم للعدد 11؟ أصلا أعداد 11 عنده غير جوج القواسم، 1 و 12 1 و 11، إذا 1 هو أصغر قاسم له. أكبر قاسم للعدد 9 هو
محمد سعود هو نفسه. نبداو هنا عموديا. دابا واحد مضاعف للعدد 108، احنا رحنا عمرنا الشبكة نتأكدوا. دابا مضاعف للعدد 108 عندنا 216، هي 108 في جوج، اذا هذه صحيح. من قواسم 168، 168 عندنا 84، نتأكد هل 84 من قواسم 168؟ غادي نكتبو 168. نعم راه من القواسم ديالها، لأنها غتعطينا 84 في 2 تساوي 168. قاسم لجميع الأعداد الطبيعية هو 1، عندنا هو 1. مضاعف للعدد 7، إذا 3 49 من مضاعفات العدد 7، 7 في 7 49. قاسم لي 10 و5، شنو هو القاسم لعشرة و5؟ لقيناه هو 5، صحيح. أكبر عدد من رقمين 99، إذا عندنا الشبكة كلها صحيحة.